المساجد والمدارس ومراكز الدعوة والتبليغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الإخوان، إنا سمعنا أن المسجد إذا وضع مرة وتمت المسجدية فيكون مكانه خاصا له، ولا يجوز بناء شيء آخر في مكانه، وأنتم ماذا تقولون حول ذلك؟ يا العزيز، إني سمعت من أستاذي إنه قال، قال العلامة الحسكفي رحمه الله تعالى: يبقى مسجدا أبدا إلى قيام الساعة. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى عنه: لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى. ما هو الحكم لنا ولعامة المسلمين؟ هل يجوز لنا أن نستعمل هذا المكان بعد انهدام المسجد في الأمور العامة؟ فالظاهر إن الشرع إذا لم يعطي الإجازة فكيف يكون لنا أن نستعمل هذا المكان ونعمل خلاف الشرع؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحبتي في الإسلام، إننا طلاب في المدارس الدينية، نحن نعرف أحكام المصادر تعارفا شرعيا، فعلينا أن نبين أحكام المصادر أمام الناس، ونلتمس من المحكمة العليا بكل أدب وتعظيم أن المصادر بيوت الله سبحانه وتعالى، وأمكنة العبادة فلا يحكم بالانهدام. أسفاء إذا كان الأمر كذلك، فلماذا نحن نقول ونحكم بانهدام المساجد في بلدنا، والحال أن بلدنا من البلاد الإسلامية وجامعا بالأحكام الشرعية ومنبعا للعلوم الدينية، فعلينا ألا نحكم بأحكام الشرعية ولا نترك أحدا أن يحكم خلاف الشرع. فالأخير أقول لكم قولي هذا: إن المساجد والمدارس ومراكز الدعوة والتبليغ كلها قائمة لتعليم العلوم الدينية وتربية الناس على السير المحمدية صلوات الله وسلامه، لا نرى فيها سوى ذلك شيئا من الاختلافات والفسادات. وإلى اللقاء، في أمان الله.